بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وفاتح الباب للمتاب وللدعاء المستجاب. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والال ثمرات الظلال ومن احبهم وتحام سربهم الى يوم المآل. قلت سيدي مر معنا من مواد الفصل فصل فضل النظر في القرآن تدبره نوع الغاية من إنزاله، إنما مقاصد الكتاب حين تكون مقاصد تكون عالية زنوا ليتدبروا. فهذه ليس مطلق مطالب، المطلب غائي غائي، مطلب غائي فهو مطلوب على وجه المقصد، على أنه مقصد من المقاصد، هذه أشرفيته. ولذلك فهذا اللمح الذي لمح النظم الذي يقرب الفهم لمن هو فجم مثلي وتنكرر هذا الشيء، لأن احنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، بأنه إذا كانت أصول العلوم في هذا الكتاب فهو جدير بالنظر كعلم فجم. وهذا سيدنا نسيت سميته، هذا إن شاء الله نذكر لكم، إمام الأئمة كان يدخل عليه ابنه شاب ويجده يقرأ القرآن ويتدبره في مصحف مفتوح في محمل من محمل، فكان يقول له هذا الذي كان وراء في عينيه أن هذا الاشتغال استقل، هذا الاشتغال درى القليل بل كان استقل هذا الاشتغال من أبيه، فقال له هذا الذي كنت أطويه يشير إلى المصحف وأنشره حتى بلغت به ما كنت آمله، فدم عليه وجانب من يجانبه، فالوحي أفضل علم أنت حامله. أفضل علم لأنه قنطرة إلى العلوم. حين سيدنا يقول في الإمام هذيك الفقيه كل الفقيه ما كان يرى الكتاب وجوها، هذا أثر لأبي الدرداء موجود في الحلية وفي غيرها من كتب السنة كتب الطبقات، ونسبه هناك النبي مرفوعا، هذه سيكون حاجز ونستدرك عليها هنا الآن. وكلمة الإمام وهو لا يكون من لم يرى في القرآن كل العلوم، أنا من يراه مصدر للعلوم ما أنه نور الله وكلمته، من لا يرى فيه منشأ لكل العلوم فهذا أوتي من قبل جهله، من قبل رأيه الذي لا يجري في مقام الاقتدار على أن يستنبط وينتزع هذه العلوم من الكتاب. هنا مسألة كم من علم في الكتاب، كم هي علوم الكتاب؟ حاول إحصائية قام بها السيوطي رحمه الله فقال أنواع علوم القرآن تصل إلى 80، وختمها بطبقة المفسرين، هو العلم 80 نوع، وفصلها ابن عقيلة في كتاب الإحسان على الإتقان، كمل الإتقان فناها إلى 320 نوعا من العلوم في القرآن. واللي يبغى إن شاء الله ينظر الكتاب راه مطبوع، الإتقان راه مطبوع من زمان، والإحسان راه مطبوع أيضا في أكثر من 10 مجلدات. قال وعاجز عن درك ذا من جهاته لمانع إما بجهاز رؤيته الذي لا يرى كل علوم من الكتاب، هذا أتي من قبل رأيه هو، وعاجز عن درك ذا لقلنا كل العلوم فمن القرآن وفيه أصل سائر المعاني، وعاجز عن درك ذا من جهاته لمانع إما بجهاز رؤيته، وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. هذا عنوان لعلوم أول مير الذين كفروا كانت رتقا ففتقناهما، عنوان لعلوم. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، مدخل لعلوم فيها قسم أنتروبولوجيا، قسم تدرج الخلق وتناميق، حتى علم التطور، حتى على المذهب المادي الذي نسي الله
فيه ما يدل على الله. تهذ الناس مباحث فيه ما يدل عليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا. هذا عنوان لعلوم. الخضرة في الشجرة شنو تعني؟ نداوة، ندي فيه الماء. كيف يكون الماء مصدر للنار؟ الآن صبت هذه من المعلومات الابتدائية، وأن الماء فيه عنصر الأندروجين والأكسجين، والهيدروجين محترق يشتعل، والأكسجين يساعد على الاشتعال. فإذا عنصراه ناريان وهو ماء تطفئ النار، يخرج الحية من الميت، تخرج الميت من الحي، وكذلك تخرجه. احنا وقفنا عند ظاهر العلوم ونسينا سرها، وكذلك تخرجه. يسر الباشا على الله. وعزيز عن درك ذا، عن إدراك ذا، من جهته هو، من جهته هو، لا من جهة العلم، لمانع ما بجهاز الرؤية نقبلة. جهاز الرؤية في شي مانع، إما عجمة لسان وبيان، وإما عجمة جنان. هتقول لي شبابين في الحاجة، عندنا من شرائط المفسر أو من عمج الاستمداد المدد الدتي عمد المنه، وهو ما أعطاه الله من فهم. وهذه جينا إن شاء الله في طبقات المفسرين في الفصل الثاني، أن الصدر تاعهم بعد رسول الله الإمام علي تم أبرز من اشتهر بعلم التفسير بعد رسول الله الإمام علي، ثم تلميذه ابن عباس، تلميذ رسول الله وتلميذه، ولا جئتنا عليه وقدمه. وقال هو ابن عباس كل ما رأيتم من علمي فمن علي، عن أنا رويته عنه، تلا حدفته رين تنقل عنه. هذا الصدر شكون اللي خصه؟ خصه هذاك الشيء اللي أعطاه الله. قال وفهم يجاه أحدنا. كتاب العلم في صحيح البخاري، شو الإمام علي، هل خصكم رسول الله بشيء؟ يعني أهل بيتهما وتعني علي. قال الله ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وعلما يؤتاه أحدنا، فهما في القرآن، فهم في الرواية، وفهما في القرآن يؤتاه أحدنا. هذو أهل الخصوص، كان هذا الفهم. والذي لم يؤتي هذا الفتح ما تنفعش المواد الأخرى المضافة، عنده عجمة في داخل لسان، كان هذا الشيء. وذاك يقول لك استواء ملكة الفرقان التي قد تكون نتيجة تقوى، نتيجة قرب الحضرة، قرب المجد، مصطلحات قد تفهموا بعضها وقد لا يفهموا بعضها. انتظر انتظر، لا تعجل، أتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، يقول لك هذا قرآن. هذا راه فيه رمز إلى ضرورة الاستبار. وعاجز عن درك ذا من جهته، لمانع ما بجهاز رؤيته. نعوذ بالله من انطماس بصيرة كاد انطفن براسي. هذا ختمنا به هنا، تعوذ بالله من انطماس البصيرة، لأنه لو كانت البصيرة مفتوحة واخا انطف ذيك المواد. سيدي وقف على علم الأثار وعنده أنظار العلماء بين يديه، ولكن ما عطاش الله الفرقانية ما يتيسر له والو. هذه كل كتاب زيدة في البلد، إذا حفظها كاع قلنا سيدي نسخة زيدت في البلد، شي واحد جابو شي تلميذ تاعو يريد حفظ المختصر، ولكن هو الشيخ تاعو يعلم أنه ما عنده شيء، ما عنده المعية ولا عنده ذكاء يزيد به شي قريحة خاصة زي. فقال نسخة زيدت في البلد، نسخة نعرفه، ماشي هذا فيه تقليل من قيمة الحفظ، لا أبدا، ولكن إشارة إلى هذه النقطة. وهو قول الإمام علي في ابن عباس، قيل له ما ابن عباس؟ قال كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. مش الغيب هنا غيب الله الخاص الذي لا يطلع، لا غيب الوحي، إلى معاني الوحي. تعرفوا الغيب اطلقوا يورد به الوحي، وهذا من الله أطلع نبيه على وحيه. عالم الغيب فلا يدر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يحيي إليه، فإنه يشرك من يدي ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالته. هذا الغيب، فالغيب هنا مراد به الوحي. ومفاتيح الغيب كعنوان تفسير للإمام الرازي، مفاتيح الوحي، مفاتيح الفهم في الغيب الذي هو وحي الله وكلمته، وإنه غيب. كيف نزل الوحي إلى رسول الله؟ غيب.
احنا تنامن بالكتاب غيبا ما اخذنا عن رسول الله معاينة يعني بالسند مشافة سمعنا مين إله وهنا انتهى إليه ثم قام هو دليل عليه لأنه حجته ومعجزته وما وراء ذلك غيب أليس كذلك يؤمنون بالغيب نعوذ بالله من انتماصي بصيرتي كاد انطفى النبراسي يكون عندك قاشي نبراس وتفى واعلم بأنك دار الذنوب يا صار في سيدنا الهلال رحمه الله يكشف نور العلم في القلوب ألا ترى الذبل في المصباح إذا صفى أرضك في الصباح وإن يكون بوسخ تلطخ كسف نوره لذاك اللطخ فحرص على النور الذي وهبته وإن تضع نور الإله خبته والعلم ما أورث خشية العليم فمن خلعنا فجاهل مليم لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأتقياء خليك تما شوف هذا القبش هذا الأصلي اللي هو ضروري فاش في المفسر إلى هنا نطل على الفصل الثالث أو الباب الثالث والمعنوان بباب الكلام في المفسرين أو في التفسير والجرأة عليه ومراتب وهنا شدنا أشار إلى ثلاث مباحث أولا إلى أن المراتب مراتب المفسرين باعتبار قربهم وبعدهم من زمان التفسير الأول هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفسير الصحابة في التابعين فتابعيهم ثم غادي يبدأ التصنيف والتأليف على ما فيه ثم يبدأ التحرير والتنخيل ثم يجيء التحقيق ثم ندخله إلى عصور الأئمة الذين جمعوا بين المناهج إن شاء الله إلى عصر الكتابة المحررة وكيف أن ابن عطية رحمه الله تناول الموضوع بغاية اللطف ودون أن يعالجه إلى معالجة أكاديمية مطولة وفي مقام التقديم وإنما معالجة تلفت إلى رؤوس المشاهد الأساسية أولها النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن كله رب قيل يقول هذاك الأثر فيه كلام صحيح حديث أو أثر عائشة رضي الله عنها والذي صدر به وفيه أنه هو المدخل المسألة لأنه إذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن ووصلنا تفسيره انتهى الداعي إلى أنه فسر أو يستمر المفسرون أو يتكاثر التفسير انتهى طلع النهار فأطفئ القنجيلة أو فأطفئ القنجيل هو النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن كله لكن ماذا فسر؟ فسر القليل هذا ما يشير إليه أطار عائشة وفي النبي صلى الله عليه وسلم تقول لم يكن النبي يفسر من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل آيا بعجاز معنى آية معدودة كان يفسره هذا الآثر هذا طعن على أئمة أجلاء منهم ابن كثير وابن جرير ووصفوه بالنكارة وفعلا هو كذلك لكن هذا لا يقصدي أن المضمون تاعو المتن تاعو أيضا زعيم من حيث المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر ولكن فسر جملة هائلة من الكتاب إما ابتداء منه وإما جوابا عن سؤال الصحابة وترك الكثير حوالة على مادة التفسير في موضوعاتها وهي مادة لغوية لأن هذه الصحابة كانوا أئمة البيان كان كلامهم حجة ما زال ما دخلت لا عجمة ولا فصحاء العرب خصوصا لأئمتهم فصحاء زائد وشاهد الوحي وأسباب نزوله وعرفوا الناس بإخبار العرب ومخاطباتهم فكان القرآن هو ليش بالعسير عليه لكن تفسير مثلا قد يفسر الشيء ابتداء أما رسول الله عليه وسلم قال الصحابة قيل لبني إسرائيل هذا الصحيح قولوا حطة ودخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم يقولون حنطة في شعره النبي تفسر
وإذ قيل لهم ادخلوا هذه إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها فإنهم ادخلوا الباب سجدا أي متواضعين ادخلوا الباب سجدين وقولوا حطة أي ربي حط عنا خطايانا ادخلوا ساجدين ومستغفرين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي فسرها نمشاش مشي ده ماذا بدلوا؟ بدلوا الحطة بالحنطة قالوا بنا هو هذه كتستبدلوا الذي هو أدنى بين الدرا شتي السفهاء تيبانوا في الاختيار تقول الإنسان اختيارك دليل العقل دليل عقلك دليل إرادتك دليل طموحك أو سفالتك اختيارك قولوا حطة استغفروا وادخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على حتى لا يسجدوا صورة للتدين تدين الفاسق الفاجر شيء تدين الساقط بصورة القرآن كيف ما أطاعوا في الأولى وما استغفروا لا أدهنوا ولا استغفروا بل استكبروا وبطروا قالوا نريد حنطة في شعرة يعني في سنبولة أو في شعرها يعني في كيس شعرها يعني في كيس من شعر نريد هنا حنطة نريد أن ندخر الخبز الشعير وكذا أطعمان الله منا عليهم بشيء بدون طبخ وبدون كذا منا وسلوى ونسوا كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم كما ابتدأ بالتفسير في مواطن معينة جاء تفسيره للصحابة في مواطن بناء على إجابة حسنا حد أبو ذر قال يا رسول الله الشمس جري لي مستقيمة مستقرها قال تحت العرش في روايتين تسجدوا تعرفوا بأن العوالم كلها تحت العرش النبي صلى الله عليه وسلم ولا شي واحد يجيني شيء يقول لك سيدي واه تحت العرش كيفاش مصدمة للعلوم هذه أمور فيها الغيب حتى الجواب هنا غيبي قيل لابن عباس ما تقول في قولها سبع سماوات قال هي سبع سماوات كما قال الله بعض المرات يكون جوابك عن الغيب بنص الغيب لأنه هو العلم هو منتهى علمك حتى جاءك أنباء وقل بالله عليك اليوم يعرفون كيف كناية السماوات ولا يعلمون أن سماء واحدة فقط ونحن في أضيق الزوايا في الكون هو أدنى الأرض الحبيبة صغيرة الدور أضيق زوايا الوجود هذه الأرض ومع ذلك منا مؤمن وكافر وكثير منهم معرضون زوايا صغيرة من الأرض وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ضرب قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلم الصحابة كيف يفسرون أنا بداية المدرسة النبوية في التفسير تيشرف على التفسير طلبة يزكيهم حتى يزكي نظرهم تدبري صاصم الصحابي جاء سيدنا عدي بن حاشم فقالوا يا رسول الله إن لي عقالين جوج خيوط جوج حبال أضعهم تحت الوشاجة واحد أبيض واحد أسود أميز بينهما هل طلع يعني فوق الصيام فقال اكشف ما عرض وشادتك وشادتك عريضة في رواية وشادتك عريضة يعني تحتمل الليل والنهار دير الليل والنهار إنه بياض الليل وسواد النهار سواد الليل وبياض النهار وفي رواية قال له أين أنت من قوله تعالى من الفجر من الفجر حتى يتبين لكم الخيط بتسمع الخيط تبين لك التوبيك الخيط الأبيض من الخيط الأسود نقطة ومن الفجر شنو راه ماشي من التوب من الصوف من القطن راه من الفجر أي من ضياء الفجر أي بياضه بياض النهار الليل وسواد النهار في رواية قال إنك لعارض القفا عارض القفا هذا كلمة اسم توجيه محتمل يكون دما لغبائه يقال فيه عارض القفا كثرة الصفع يعني تربط لي القرفة داير لأنه هو ما تيمشيش مقاد لا ينقاد تحتاج إلى المقود يعني الصوص عارض القفا
وهذا محتمل. أو عريض القفاة، يعني قفاك هذه التي تضعها الليل والنهار وتلي عريض، يعني يكون كعريض الوسادة. فنرد هذه إلى هذه، لا لا شيء، وهذه شبه باش بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى اش قلنا سيدي النبي يفسر بسيدنا، وأحيانا يزكي ذاك الاستنباط. انظروا إليه وهو مع عمرو بن العاص، وهذا خرج إماما في سرية، سرية جهادية، فكان يصلي بالناس. مرة صبح محتلم جنوب، وكانت الليل الليلة شاتية باردة، وما عنده دليل على جواز التيمم لجنابه، التيمم عوضا نفقتي طهارتي ولا. فتذكر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيمم وصلى بالناس إماما، وبلغت أو النبي صلى الله عليه وسلم علمها. فالشدعاء قال له: صليت بالناس جنوبا يا أمر؟ قال: والله يا رسول الله تذكرت قوله تعالى وكان الليل بارجا ولا تقتلوا. قال: فضحك صلى الله عليه وسلم، والضحك منه إقرار بحسن الفهم والاستنباط، فما أمره بالإعادة ولا كهره ولا نهره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدير هنا ماذا يفعل؟ يشرف على تدبر الصحابة فيقر هذا ويصحح لهذا. وهكذا نشأ الإشراف النبوي على المدرسة الأولى في التفسير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر فعلا، فسر جملة هائلة. وعندنا مشروع في التفسير الأثري خصوصا المرفوع، لأن من تقول الأثري فيه تفسير رسول الله وتفسير الصحابة وتفسير التابعين الذين أخذوا عنه، يعني إلى تابع التابعين، إلى ما سمي بنهاية قرون الخير الثلاثة، خير القرون قرنيتهم الذين ولدتهم. وهذه يجيونا إن شاء الله بعد بيانها، أنا نشي في طول، إحنا مطلوب منا أن نسرع، نسرع في الابتداء وفي الانتحال. والهرولة معنا تكون غير بالمعجمين فقط، هيك الهرولة تكون بالمعجم. في مشروع تفسير المأسورة اللي شرف عليها سيدي مشاعل الطيار، هذا أصدقائنا ومن أهل العلم بالكتاب، باحث فاضل وإشرافه ذكي وله إشحامات محدودة مقدورة، يقول بأنه الإحصاء انتهى بنا بإحصاء مرفوع صحيح وضعيف وموضوع حتى واهي إلى ما يقرب من 100 آية، من 1000 آية عفوا، 950، قريب من 1000 آية. كم بقي؟ إلى 6236 آية حسب العد الكوفي، هو غايته. شحال باقي؟ يلا سدس القرآن. إذن كيف يكون واحد سدس من المجموعة؟ لا يكون كثيرا، هو قليل. إذا حتى لو قيل بالنبي في السرى، هذا هنا مع الضعيف والموضوع الذي لا يجوز إلا روايته ليعلم، ومع ذلك لم يصل هذا 1000 آية من 6000 وقد إلى آخره. يعني هذا الإحصاء مجرد ينطق بهذا البيان. لذلك رجحنا ما رجحه سيدنا من رواية في ذاك الحديث على ما فيه، وقلنا: ما فسر النبي كله فلا تصورا بالرأي فيه وانقولا، فقائل بمحض رأي مفتري، وجلة تورعوا للخطر، وآخرون أكثروا وهم هم كالحبر، وابن أم عبد ألهموا. النبي ما فسر كله، أشرفها فسر بعضها، وما كلف ببيانه. وقوله تعالى: ونزلنا إليك الذكر، تفهموا شي فهم جاء الأغبياء، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين إليهم ألفاظه. هذا بلغ، وسموه القرآن بيان، لأنه يعني أبانا أنه معنى بلغ، ها، تبين الناس ما نزل إليهم بلاغا، تبين الألفاظ وترتيله. تواخذنا منه النبي ورتل القرآن أولا والمرتل. وقوله: ولعلهم يتذكرون، تسبيل لنا، لو كان لتبين إليه معنى تفسره لهم، ما معنى لعلهم يتذكرون؟ لأن التذكر هو نوع من تعميق التدبر، تعميق للتدبر، أنا أسميه درجة عليا من التدبر. لتنقلوا مثلا حضور الوعي في الصلاة وحضور الخشوع فيها، هذا عمق
خشوع حضور الوحي القلبي، والعقل حضور شاهد العقل فيها حضور، وكلها ذكر، يعقل ما في صلاة شيء من قراءة والسجود وكذا، وهذا يخشى في صلاة شيء، هذا عمق، عمق في الذكر، والذكر مستويات، ولا يمكن جعله مستوى واحد، كما العلم درجات والفهم درجات. مفشر النبي كله فلا تسورا بالرأي فيه وانقله، ما تصورش وتمنى، وناس تصوروا برأيهم في الكتاب. شنو التصور؟ هو الجرأة، هو أن تدخل من غير الباب، تصور دخلت من فوق السور شي، دخول من الباب الشروط تحت الفهم في الكتاب، أما أن تدخل وأنت لا نظر ولا أثر، لا نظر على مقصد علم اللسان والبيان، ولا أثر على ما نقل عن الأعيان من المفسرين، إيش تقول؟ هذا هو القول المدموم بالرأي المحض، هذا لا يقبل أبدا. شو هذا حمل كلامه في التفسير؟ على مقصد اللسان فلا يخرج، لا يجري، على مقصد ما قاله أئمة فلا يخرج، هذا كلام مرفوج في باب التفسير، هذا هو الرأي المدموم الذي يتبوى صاحبه مقاله وموجد، لأنه مفتري على الله تكذب، تقول هذا هو مرض الله وليس لا دل عليه، لا دلالة عليه من كلام الله. إذن المتصورة مش هم المتدبرة، المتصورة مجترئة أهل الكتاب يجترئون، ولذلك عندنا قسم من السلف وعلى رأسهم الشعبي، على رأسهم بالنسبة للصحابة أبو بكر الصديق، والقائل لما سئل عن ابن شيء كلمة في القرآن وهو لا يستحضر معناها، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، نقول في كتاب الله ما لا علم لي به، أو ما أو كذا قريب من كلامه، هذا هو الأول، أي معناها، وين نمشي، إلى أين أذهب، إلى أين أهرب من عقاب الله وغضبه، حين أدعي أنني فهم كلامه وهو ليس كذلك، ما عندي علم به، خوف من الصديق، تدل هذه الفرقان، يعني صديقية درجة محادية لدرجة النبوة، تسمى درجة الشهادة، ولكما الذين أنعم الله عليهم من نبيين زيد صديقين، هذه لهم درجة الصديق، الشهداء والصالحين، الشهداء عندما قال إن المراد به العلماء، شهد الله أولو العلم، قال أولو العلماء درجة بعد الصديقية، الصديقية هي فلا تسورا بالرأي فيه، هذا الرأي المراد به ذاك المدموم الذي لا يجري على وعي، رأي لا يجري على نقل ولا أثر ولا وعي، ونقول عن الذين نتجيشه، فقائل بمحض رأي مفتري، القائل بمحض الرأي لا على وجه من نقل ولا أثر من نقل ولا نظر، مفتر على الله، ثم قلت وجلة، أي عظماء جلة لو مقاموا تورعوا للخطر، ومن هم عامر الشعبي هذا وهو من هو جلالة، وسعيد بن المسيب صير أبي هريرة، وكثيرون في علم الحديث، ولكن في قسم القرآن ما كان مروياته في التفسير قليلة جدا ونادرة، هذو تورعوا، ولكن قلت وآخرون منهم، وآخرون أكثروا وهم هم مثلهم كالحبري، الحبر شكون هو؟ عبد الله بن عباس، حبر القرآن ترجمانه وحبره، شكون اللي لقبوه بالترجمة؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، خذوا العلم عن ابن عباس فإنه ترجمان القرآن، والتي يترجمه تقربه ببيانه كما يقرب المترجم اللغة بلغة أخرى الذي لا يعلمها، ترجمان القرآن، هذا يتنوع على سيدنا حبر، وسموا بعضهم البحر، واستحضروا دعاء النبي له حين قال له اللهم علمه الكتاب والحكمة في رواية، وفي رواية فقهه في الدين وعلمه التأويل، وشهد الناس مصداقة دعوة رسول الله فيه وأوصوا به، الإمام علي كان يوصي به ويقول عليكم بتفسير ابن عباس، وابن أم عبد، خذ القرآن عن أم عبد، بني أم عبد، ومن أراد أن يقرأ فليقرأه بقراءة أم عبد، هذا فيه لفت نظر
وقال في سيدنا عمر كنيف ملئ علما. كنيف يشير غير إلى جسده، وقال ملئ علما. سيدنا عبد الله مسعود كان ضعيف البنية، وكان في ساقه حموشة، انحرف ميل حنف في ساقه. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيني بعوج أرق، فصعد شجرة الأرق فكشف الريح عن ساقه ففيها حموشة. أضحكت بعض الصحابة، ضحكوا من حموشة دقة ساقه وحموشتها. فقال صلى الله عليه وسلم تضحكون منها؟ والله إنا عند الله لأثقل من أحد، لأثقل من أحد. بس بما في صاحبه هي أثقل. الجزء هذا يدل على الكل، أي هو أثقل عند الله من أحد لعلمه بالكتاب. وهو القائل والله ما نزلت آية إلا ونعرف أين نزلت وفي من نزلت. هؤلاء الصحابة الذين كان حفظ الله بهم علم التفسير. يقول لك الحبري وابن أم عبد ألهموا، ألهموا أن يقولوا في التفسير، وإلا لو سد هذا الطريق هذا فيه، لو قيل يكون بحسب المتورعة لتحول الورع إلى فساد. وكثيرة ما يكون التجمج أحيانا مدعاش، قال لي واحد أحيانا قد يفضي سد الذرائع إلى منع الشرائع. هو مزيان سد الذرائع أصلا من الأصول التبعية الفرعية، ولكن لو اعتني به غاية حتى أصبح قاضيا على الأصول الكبرى هذا يصبح فساد. فإذا قالوا سد الذرائع كفتحها يحتاج إلى دقة في الأصول، استعمال الأصول دقة بالغة في الشمال في فتح الباب وشد الباب، خصوصا الذرائع المفضية إلى ما يجوز وما لا يجوز فتحا وشدا. وآخرون أكثروا وهم هم كالحبري وابن عبد أم لقبت سيدنا عبد الله بن مسعود ألهموا، ألهمهم الله ذلك. إلا هنا الإكثار عن هؤلاء أكثر التفسير فيما نقلوا عن رسول الله، وفيما رووه من أسباب النزول، وفيما ذكروه بخصوص ما لا يجري فيه الرأي. هذا عندنا له حكم المرفوع، يعني الصحابة الذين فسروا القرآن أو نقل عنه، إذا كان من قولهم من هذا القبيل من هذا النوع هذا ما لا يجري فيه، أي ما لا يعرف إلا بتوقيف. معناها تقول هذا الكلام هذا ما عنده وين يجي، هذا فيه توقيف، هذا التفسير اللي فسره. أو كان سبب للنزول، حكاية سبب به سبب نزلت الآيات هم شاهد، فإن مثل أو كان بعرب ارجعوا إلى بيان اللغة وهم أصحاب اللسان، هم حجة في الباب، ندعو علماء. يعني نقولهم أهم عندنا من نقول الأعراب التي استدل بها علماء النحو وعلماء البيع وعلماء اللغة، علماء اللي نقلوا لنا المفردات نسميهم هذه علماء المعاني، مصنفاتهم هم مسماش بمعاني القرآن الفراء، معاني القرآن الزجاج، معاني الغريب. ومنهم بالنسبة للقدر الأندلس من أقدمهم كتاب الدلائل تاع سيدنا ثابت بن قاسم، والتي يسند إليه أمور كثيرة في هذه التقدمة. صاحب كتاب الدلائل هذا في غريب الحجيج، وفيه أيضا غرائب القرآن، وفيه أمور، هذا من علماء سراقسطة في الأندلس، أيضا من العلماء العظام في هذا الباب. الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم بمكة وبعضهم بالمدينة حيث هاجروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكة حين فتحت صارت دار إسلام، وصارت أيضا هي مركز من مراكز الحكم الإسلامي، وفي حاضرة العلم، ومدينة دار مقر الخلافة الراشدة ودار النصرة. وكانت العراق وهي التي فتحت بعد الشام مباشرة أو قبلها بقليل، هي أيضا كانت حاضرة شاعل، وكانت بداية العلوم هذا القرآن مرتبط، لأنه هذا من شأن العلوم. شتي التأليف اللي أطلق شرارة التأليف في العلوم كلها هو علم التفسير، هو علم الكتاب. ما ولفت علوم العربية وعلوم الغريب وصناعة النحو وغيرها إلا بسبب الكتاب، فالكتاب هو مفجر العلوم
وذلك حين تكلم الذين تكلموا عن حضارة العرب احتمل المشرقين تكلموا عن أثر القرآن في تفجير حضارة وثقافة المسلمين. كيف جنة قرأ حضارة العرب تاع هاملتون جيم وغير هامي من كتبوا في حضارة المسلمين. سموها عرب لأنهم كانوا يستنكفون من أن يدعنوا للإسلام فكان يقولون العرب. والعرب بغير الإسلاميين إيه شتات قبلية وثنية تعصبية دموية انهيار تلاشي. لو انفقتما في أمان فتبين ولكن الله ألاذ بينهم والذي جمعهم على هذا الخير. إلى هنا إن شاء الله نقف لأن الإشارة تشاهد ونسأل الله ربنا أن يختم لنا ما ختم به للصالحين من أوليائه وأن يجمع بيننا وبينكم على هدوده وعلى فهم الكتاب وعلى أن نكون إن شاء الله ممن عندهم قابلية التلقي من نور هذا الكتاب وفرقانيته. اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا في ما عصيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هم إلا فرجتها ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بقية الصالحة أعمالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا منا نرجو منك أملنا. نور على أهل القبور قبورهم وفيهم أجورهم واجعلنا من عندك في مخاد الصدق والرضا واجعلنا من أهل رضاك وجعلنا من أهل رضاك وجعلنا من أهل رضاك إنك ولي ذلك والقادر عليه آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.